السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه بلانري، ده بينظم لك الشغل بتاعك، بيعمل لك البنك الشمبلان، حاجة خرافية، حاجة قوية جدا، بتطور بسرعة. دليل على كلامي، لو شفت الفيديوهات اللي أنا عاملها من فترة هتلاقي فيه تعديلات وفيه مزايا وميزات جديدة، هو بيخليك ماشي تبع الكود. طيب أنا أقول له أنا عايز أعمل مشروع جديد، وخليكم مثلا سمينا المشروع ده مثلا باندا، تمام؟ وهتشوف بقى انت محتاج ايه، يعني الحاجة اللي انت مش محتاجها ممكن تشيلها. بلان، سكوب، كونتراكت، سكادول، تراك، فيرتيفاي. هقول له كرييت، هتبدأ تمشي واحدة واحدة واحدة. هتقول له انا عايز اشتغل على انا تمبليت، بيبدأ يجيب لك تمبليت كتيرة جدا، تمام. طبعا الافضل حاجة اللي هو الايزو 1650، تمام. ممكن يقول لك خد من المشروع انت عامله قبل كده، طب خد بقى من حاجة خاصة بالانجليش انت شوف ايه اللي انت عايزه، تمام. ايه اللي انت محتاجه، ال OIR Organization Information Requirement وهكذا. فنبدأ نعلم على الحاجات اللي احنا عايزينها. ممكن تقول له انا عايز ابدأ فاضي خالص، تقعد تكتب، بس طبعا هتبقى مرهقة. فهو بقى بيقول لك بقى كل واحدة فيهم ايه اللي المفروض يتكتب فيها، وتتكتب ازاي، وده مطابق للكود، و و و كل واحدة من الحاجات ديت موجودة زي ما انت شايف. طيب ده ال OIR بيبدأ يشرحها لك اهوت، مين المفروض اللي يبقى ليه الاكسس على حاجة زي كده. ال OIR، طيب هنا بيقول لي ان هو محكوم ب10 بلان، فاقول له ماشي كانسل. المفروض ان انا اعمل ابديت، خلينا نبدا مشروع جديد، اقول له بروجكت، وهنسمي ده اي اسم تاني، ونبدا نشوف الحاجات اللي احنا عايزينها. هقول له كرييت، نختار بقى احنا عايزين ايه، اقوله كرييت. The project is limited to 10 billion section per project. Upgrade this project to unlock. بنشوف الأسعار. طب بقول له انا عايز كمان مجاني. طيب انا هاجي هنا عند البيمكشن بلان اهي، هو بقى بيقول لي ديت ان بروجرس. ممكن اقول له شيرد، ابدا شركه مع الاشخاص، السورد بابلشت وهكذا. فخلينا مثلا نقول له احنا لسه ان بروجرس، تمام. وهنا بيقول لي لو في سيكشن كومنت ممكن تحط كومنت، ممكن تعمل اديت للسيكشن دوت، فتدخل تكتب بقى اللي انت عايزه، تمام. خلي بالك ده الكلام الافتراضي، انت من حقك تدخل وتعدل زي ما انت عايز. احنا ليه هنستخدم البيم دوت؟ دي الحاجات بقى المفروض ان احنا بنتفق عليها: امبروف ديزاين كواليتي، انكريزنج برودكتيفيتي وهكذا. دي البيم جزء الاهداف بتاعتنا، فممكن اقول له لا ده انا عايز الغيها، عايز اعدل فيها. ممكن تحذف مثلا 3 حاجات او تزود زي ما انت عايز. هو كاتب لك الافتراضي وانت بقى ايه بتعدل. وبعد كده بقى الكلاينت، فبيقولك بعض الأسئلة انت بقى بتحاول تجاوب عليها بحيث ان يتم صياغتها في البنكشن بلان. البروجكت اونر وليكن مثلا عمر سليم. الكونتراكت تايب، تبدأ تشوف بقى نوع المشروع، الكونتراكت نمبر، وبعد كده ال requirement تبدأ تجاوب عليها. في حاجة أي حاجة خلصت هتقول له دي شيرد، عايز أشاركها مع الناس اللي معايا في المشروع. ال BIM rules، فتبدأ تشوف ال BIM use قد إيه، ال responsible team وهكذا. ال BIM use كل واحدة ال description بتاعتها وال priority، ودي هل هي plan ولا design ولا construct ولا operate.
فممكن بعد كده تبدأ تدي تعريف لكل واحدة فيهم. مثلا دي existing condition modeling، دي بروسيس اناليسيس، دي هتبقى هنا مثلا، وهكذا. تبدأ تشوف كل واحدة فيهم المفروض تبع انا حاجة، وتوصل تحت description. وطبعا انت ممكن في اي لحظة وانت بتبدأ المشروع تقول له انا عايز اخد من عقد عملناه قبل كده، فيسهل عليك الشغل. ال 3D coordination، ال 4D faces، هي في كلام كتير جاهز انت ممكن تدخل تعدل عليه، بس هو ده الكلام الافتراضي او اللي هو الاساسي في المشاريع. طب انت سلمنا قد ايه؟ بيقول لك structure model هنسلمه مثلا كل اسبوع بالفورمات بتاعه RVT. طب انا شغال اي برنامج اخر غير الريفت، ابدا احط الامتداد بتاعه الفورمات اللي احنا سلم بيها. البروجكت كوردينيشن، البروجكت ميتنج، الاجتماعات تبقى موجوده امتى وهكذا. كوردينيشن مايل ستون، هنا كونستراكشن في 3D، فتبدا تعدل فيها زي ما انت عايز. الموديل كواليتي كنترول، عندنا اكتر من طريقه عشان نتاكد من جودة الموديل، في فيجوال وفي كلاشات وفي الستاندرد، مطابقين الستاندرد ولا لأ، الستاندرد اللي احنا نمشي بيه، وده وصف دقيق لكل واحد فيهم. ودي الاختصارات، ده جدول تقدر تزود عليه زي ما انت عايز. وده السوفت فيرجن، عندي هنا الاوبن بيم. وهي صيغة مفتوحة المصدر، في لو في أي هاردوير بتبدأ تكتبوه وهكذا.